يا اخوان صباح النور، كيف الحال؟ اليوم كنشد بالكوري، يعني جيت في هذه العمليه اللي درت لكم النهار ديال الدواء. ها انتم الاخوان، دابا انا هذا هو المغليط ديال الدجاج اللي غير غنحشي فيه انا يدي بحالك. يعني انا مازال ما كملت، ها انتم يعني باقي عندي الوسخ. احنا دابا غنشوفوا ديكتي اللي شتي كنقول لكم، واش غادي نلقاوها باقي ولا لا؟ واش داك الدواء اللي درنا واش نفعنا ولا ما نفعناش؟ يعني غنهزوه بحال هكا. حنا سيدي يعني غنشوفوا يدينا، يعني ما غيدورش، يعني باي باي. ها انتم الاخوان، ها انتم جرام، هانتم في عاودة سيدي نحشي يدي. راه والله العظيم الاخوان الا دقامت لها انت، راه كان عندي هنا كيعمر فهمتيني، كان كيبرسطني، يعني ما كتلقاش جرام ديال البخوش، يعني غير باش توصلكم المعلومة مزيان. انا الاخوان هاني ولد كلب حوايجي، راه كنضرب حوايجي، يعني المشكل ديال البخوش والبرغوت راه انا واي واي، يعني كندخل يدي وسط مزيان، ما كنحس حتى شي حاجه. ونوريكم عاوتاني يدي باش تشاهدوا لي اشكال ديال تعرفوا الحقيقه ما بين الخيال. هنا كاينين بعض الناس في هذا العالم الافتراضي كيبغي يبيعوا لكم شي دواء وكيضحكوني، كيبيعوا لكم ب 30 درهم بواطه صغيره كدهم. هذاك الاخوان راه الغبره ديال الكريفوت يعني معروفه، وديك الشخصيه غادي ندير لكم الصور ديالها ان شاء الله. شوف الله الخير كي داير، غادي لكم الصوره ديالها ان شاء الله. حيده غادي ندير لكم الصوره ديالها ان شاء الله. هي خنشه ديال الكريفوت، هي اللي كيهزوا الاخوان وكيبيعوها لكم ب 30 درهم الشخصيه. هي كدير الباكيه شي 90 درهم ولا 2400 ولا 90 درهم بحال هكا. يعني دابا راه ولاد غير بوضا كيبيعوا كيقوا عباد الله. يعني هذه هي الباكيه اللي كنقول لكم ديال الكنفود، هو هذا معروف، يعني هذا كان كيعطي دقه بطلة. هذا المشاكل ديالو ما كيدخلش تحت وسط الغبار، يعني حدو فوق الغبار، والبرغوت ولا اي حاجه كيكونوا بزاف تحت الغبار، يعني كيكون تحت الارض ما كيكونش فوق الارض. يعني هذا هو المشكل ديالو، يعني يكون باقي غادي يدارك بحال الا كان تما يعني غيدخل مع الارض. هذا لا، هذا حدو الفوق، وهذا هو اللي كيديروا فيه دابا حاليا ان شاء الله. دوك الغرف كتلقى دوك الغريفات الصغار، يعني بواطات كدهوك كتلقاهم وكيبيعوهم ب 30 درهم ولا، يعني هو هذا كيهزوه من هذا. كتكون فيه 5 كيلو ورخيصه ماشي غالي، كتكون فيه 5 كيلو. وانت الا درتيه بيزنيس راه وكتبيع غرفه بغرفه راه باغي ان شاء الله دير لاباس دغيا، توكل على الله. ايوا انتوما دابا غتشوفوني داخل تحت هذا مزيان هذا، ونوريكم يديا. حيدا الحمد لله، راه الدجاج ولا كبيض عندي، الدجاج ولا كبيض، عطاني النتيجه ديال البيض. اليوم لقيت ثلاثه البيضات، يعني دابا عندهم 5 شهور. ايوا الحمد لله، بشويه بشويه بقات واحد 15 يوم ولا 20 يوم بحال هكا ان شاء الله. والدجاج هو راه عادي ان شاء الله كامل الحمد لله. بسم الله حيدا. النظافه الاخوان، نظافه الدواء، انا باش نفع لي انا الدواء. ها انتم غنهز غنرول بيدي، لاحظوا جرام ديال شي بخوش كيدور هنا ما يدورش، ما غتلقاش زعما كنديرو يدينا لينا، هو دغيا كيلصق لينا في اليد ويلصق لينا في الحوايج. حنا كنقولوا ليه هاتي اللي بغيت نعرف السميه ديال الدهب العربي بالدارجه ديالتنا، والله ما عرفتها. حنا كنقولوا ليها هاتي ليش بالشليحه، ولكن بالعربيه ما عرفتش بالضبط الاسم ديالها. داك المخوش اللي كيكون مع في حلال، يعني هذاك راه خطير، يعني الكوري غادي ما غيخليكش تدخل الكوري. وقت ما داخل الكوري ما كان غير ها هاد بقار تحك بحال شي قرن. اللهم عاجل المسائل ديالك ان شاء الله باش ما يبقاش عندك هذا المشكل هذا. كشتي حيدا قريب بدا نعطي الدجاج دري ما مشيت تقدم في حالي الدجاج.
يلا تحياتي لكم، نشارككم على الفيديوهات مع الاحبه ديالكم. وراه تبارك الله شحال ديال الاخوان جاوا لعندي، يعني راه ما بخلتش عليهم، يعني كاين الناس اللي تعاونت معاهم داكشي بيني وبينهم. واي واحد بغى شي معلومه بغى شي حاجه راه مرحبا والف مرحبا، ما عندنا كسر يعني واخا كثير ما عنديش مشكل، مرحبا والف مرحبا. كاع اللي بغى شي حاجه معلومه راه انا موجود. انا بداو كيبيض الدجاج دابا الحمد لله، حتى هو راه بدا كيبيض. ها حنا الحمد لله يعني هادشي غادي بخير وعلى خير. ها البيضه الاولى ما هي، ها حنا وصلنا للانتاج واحد المده ديال تقريبا دابا 5 شهور ونص، يعني بدينا كنتجو. ها انتما يعني هذه الحصيله ديال اليوم، هذه يلا 4 شهور قول 5 شهور ونص، دابا 5 شهور ونص هذه، يعني بدا الدجاج كيبيض الحمد لله على كل شيء. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى. Uh-huh.